الدرس الأول هو درس العوامل والمضاعفات المشتركة. في البداية لنأخذ ما هي العوامل. عوامل العدد هي قواسم العدد، أي الأعداد التي تقسم العدد. لو أخذنا العدد 12، ما هي الأعداد التي تقسم العدد 12؟ الاثنى عشر تقسم على الاثنى عشر نفسها وعلى الستة والاثنان والأربعة والثلاث. أما العدد 18 فيقبل القسم على 18 نفسها وعلى التسعة واثنان وستة أيضا وثلاث. إذا هذه هي العوامل. نأخذ الكلمة الثانية من الدرس، العوامل المشتركة. من مجموعة هذه الأعداد ما هي العوامل المشتركة؟ العدد 6 والعدد 2 والعدد 3، هذه هي عوامل مشتركة. لكن في درسنا نحن نبحث عن العامل المشترك الأكبر. من هو أكبر عدد من العوامل المشتركة؟ وهو العدد 6، أي أن العدد 6 هو أكبر عدد يمكن أن نقسم العددان 12 والعدد 18 عليه. فعند السؤال العامل المشترك الأكبر يجب أن نبحث عن الأعداد التي تقبل القسمة عليها هذا العدد، لكن هنالك طريقة مختلفة لإيجاد العامل المشترك وهي طريقة تحليل الأعداد. لو أخذنا هذا المثال، أوجد العامل المشترك، أي GCF هي العامل المشترك اختصار لكلمة Great Common Factor. طريقة تحليل العدد إلى العوامل الأولية، وننتظر هنا ما هي الأعداد الأولية. الأعداد الأولية هي الأعداد التي لا تقبل قسمة أبدا إلا على نفسها، مثل العدد 2، العدد 3، والعدد 5 أيضا، والسبعة، والإحدى عشر، ثلاثة عشر، سبعة عشر. هنالك أعداد لا نهائية، لكن سنكتفي بهذه الأعداد. هذه أهم أعداد سنحتاجها في هذا المنهج الدراسي. نقوم بتحليل العدد. العدد 26 يتكون من ناتج ضرب 13 في 2. ولو نلاحظ 13 هي عدد أولي، وأيضا 2 عدد أولي، فنضع دائرة على العدد 13 وعدد 2، لا نستطيع تحليل هذه الأعداد. أما 36، ف36 نستطيع كتابتها عن طريق ناتج ضرب 6 في 6. لو كتبت 9 في 4 أيضا الحل صحيح، لكن أنا سأكتب 6 في 6. العدد 6 نستطيع تحليلها أيضا، فنكتب أيضا 2 في 3، والعدد 6 الآخر 2 في 3. هذه الأعداد من الأسفل، الاثنان والثلاث، هي أعداد أولية لا أستطيع تحليلها. في الخطوة الأخيرة أقوم بوضع الأعداد فوق بعضها. 26 تتكون من 13 في 2، 36 تتكون من 3 في 3 في 2 في 2. أخذت الأعداد التي توجد في الدوائر. الآن أخذ الأعداد المشتركة، هي 2. نأخذ من هذه المجموعة 2 مرة واحدة، إذن العامل المشترك هو فقط 2. نأخذ من المجموعة عدد واحد فقط. الآن سأقوم بإيجاد العامل المشترك الأكبر لثلاثة أعداد سوية. العدد 16 هو ناتج ضرب 4 في 4، والأربعة عدد ليس أولي، أستطيع تحليله إلى الاثنان في 2، وأيضا الأربعة 2 في 2، هذه الأعداد أولية، الاثنان أعداد أولية لا أستطيع تحليلها. أما العدد 28 فهو حاصل ضرب 7 في 4، عليكم أن تكونوا مدركين أو سريعين في استخدام عملية الضرب. السبعة عدد أولي، الأربعة ليس أولي، نحلله إلى 2 في 2. الستة والثلاثون هي 6 في 6، والستة تحلل إلى 2 في 3 و 2 في 3، هذه أعداد أولية لا أستطيع تحليلها. الآن أقوم بكتابة الثلاثة أعداد أسفل بعض. 36، 28، 16. 36 هي حاصل 3 في 3 في 2 في 2، أخذت الأعداد في دوائر الأعداد الأولية. 28 هي 7 في 2 في 2. 16 2 ضرب 2 في 2 في 2، أخذ فقط الأعداد الأولية. الآن أبحث عن الأعداد المشتركة. الاثنان عدد مشترك، وأيضا يوجد لدي اثنان عدد مشترك فقط. فإذا نأخذ من كل مجموعة عدد، من المجموعة الأولى 2 والمجموعة الثانية 2، 2 ضرب 2 يساوي 4، فالعدد 4 هو العامل المشترك للأعداد الثلاثة. في هذا السؤال كسبت مريم 49 درهم و42 و21 درهم. في هذا السؤال سألني ما أكبر مبلغ يمكن أن يكون ثمن إسوارة. عندما يكون في هذا الدرس كلمة ما أكبر، إذا يكون السؤال عن العامل المشترك الأكبر، ليس المضاعف الأصغر، العامل الأكبر. أقوم بتحليل العدد 21 إلى 7 في 3، وهذه أعداد أولية. العدد 42 7 في 6،
السبعة عدد أولي، لكن الستة ليست عدد أولي، أحللها إلى 3 في 2. ننتقل إلى العدد الأخير وهو 49 7 ضرب 7، وهذه أعداد أولية لا أستطيع تحليلها. إذن أكتب الأعداد أسفل بعض: 42 7 في 3 في 2، 21 7 في 3، 49 هي 7 في 7. فقط لدي العدد 7 هو عدد مشترك في الأعداد 3. نضع دائرة على العدد 7 ونأخذ 7 واحدة من هذه المجموعة. إذن العامل المشترك 7. الثلاثة مشتركة في العدد الأول والثاني، لكن ليست موجودة في العدد الأخير. فالعامل المشترك الأكبر هو العدد 7، وهذا هو الإجابة 7 دراهم. ليقوم بإيجاد العامل المشترك للعدد 18 و30. 18 هي ناتج تحليل 6 في 3، والستة هي 3 في 2، وهذه أعداد أولية كما كتبت الأعداد في الأعلى. الآن العدد 30 هو حاصل ضرب 10 في 3. الثلاث عدد أولي، لكن 10 أستطيع تحليلها إلى 2 في 5، وهذه أعداد أولية. الآن أقوم بكتابة الأعداد فوق بعضها. 18 هي 3 في 3 في 2، أما 30 فهي 3 في 5 في 2. الثلاثة هو العدد المشترك وأيضا العدد 2. فإذا العامل المشترك هو 3 ضرب 2 فيساوي 6. المسألة الثانية: العدد 32 والعدد 48. 32 هي 8 في 4. هذه أعداد نستطيع تحليلها. 4 هي 2 في 2، 8 هي 2 في 4، وأيضا 2 عدد أولي، لكن 4 أستطيع تحليلها إلى 2 في 2. العدد 48 أستطيع تحليله إلى 6 في 8. 6 عدد أولي، 2 في 3. أما العدد 8 هو 2 في 4. 2 عدد أولي بنفس الطريقة، 4 أحللها إلى 2 في 2. الآن أقوم بكتابة الأعداد فوق بعضها. 48 و32. 48 نأخذ الأعداد التي في الدوائر التي هي أعداد أولية، 3 في 2 في 2، أيضا 2 و2. 32 هي 2 في 2 ضرب 2 ضرب 2 5 مرات. نأخذ الأعداد المشتركة. 2 توجد منها هذه 1، 2 الثالثة، وأيضا هنا 4. فإذا العامل المشترك الأكبر نأخذ من كل مجموعة عدد 2 في 2 في 2، أيضا 2 فيساوي 8. فالعامل المشترك الأكبر لهذه الأعداد هو 8، أي نستطيع أن نقسم 48 على 8، وأستطيع أن أقسم 32 على 8. الآن لنوجد المضاعف المشترك الأصغر. هنالك طريقتان. الطريقة الأولى وهي طريقة بسيطة، لو أخذنا 6 و9 نقوم بمضاعفة العدد 6 12 18 24، أي نجمعه، والتسعة مضاعفاتها 8 9 و18. فإذا المشترك هو 18، هو مضاعف مشترك لهذا العددين. لكن أنا أريد أن أوجد العددان باستخدام تحليل الأعداد. 6 تحليلها 3 في 2، والتسعة هي 3 في 3. نكتب الأعداد بنفس طريقة العامل المشترك. 6 هي 3 في 2، والتسعة هي 3 في 3. في البداية أخذ 3 و3 أعداد مشتركة، لكن هنا الذي يختلف عن العامل المشترك أيضا أخذ 2. لو لم يكن هنالك عدد مشترك أو يشبهها أقوم بأخذه. 2 نأخذها بمجموعة منفصلة، والثلاثة نأخذها بمجموعة. فنأخذ من كل مجموعة عدد. المجموعة الأولى نأخذ منها 3، المجموعة التي في الأسفل أيضا 3، والمجموعة في الأعلى عدد 2، فيصبح العامل المضاعف المشترك هو 18. في السؤال الأول هذه أرقام صغيرة، سأقوم بمضاعفتها من الأسهل بهذه الطريقة. 2 4 6، الستة هي مضاعفات الستة نفسها، فإذا الستة هو المضاعف الأصغر. لكن العدد 4 و5 و10 سأقوم بإيجاد المضاعف باستخدام التحليل. 4 تحليلها 2 في 2، وهذه أعداد أولية. 5 عدد أولي لا أستطيع تحليله. 10 5 في 2. الآن أقوم بكتابة الأعداد فوق بعضها. 4 و5 و10. العدد 4 هو 2 في 2، 5 هو تحليله 5، 10 5 في 2. الآن أبحث عن الأعداد المشتركة، أقوم بأخذها. لو لم تكن مشتركة بشكل كلي لا توجد مشكلة. أخذ 5 مع 5 في الأعلى، 2 مع 2، وتبقى 2 لوحدها، أقوم بأخذها. فالعامل هو 2 و5 و2. من كل مجموعة نأخذ عدد 5 من المجموعة، و2 من المجموعة، و2 من المجموعة الأخيرة، فيصبح العامل المضاعف المشترك هو 20. ولو قمنا بكتابة الأعداد
كمضاعفات 4 8 12 16 أقوم بجمع 4 لكل مرة، الخمسة هي 5 و10 و15 وأجمع العشرة هي 10 20 30، فنبحث عن المضاعف هو العدد 20 بنفس الطريقة التي قمنا بحسابها باستخدام التحليل. التحليل طريقة أفضل. هنالك ملاحظة، إذا كانت الأعداد جميعها أولية مثل السؤال الأخير 3 و5 و7، إن كانت جميع الأعداد أولية فالمضاعف المشترك لهذه الأعداد هو حاصل ضرب الأعداد في بعض. إذا كانت الأعداد أولية فقط قوم بضرب الأعداد لنوجد المضاعف المشترك فقط في حالة الأعداد الأولية، والثلاث عدد أولي والخمس عدد أولي والسبع عدد أولي، أي لا أستطيع قسمته. 3 في 5 في 7 هذا هو المضاعف بشكل مباشر فيساوي 105. الآن لننتقل للتمارين الأخرى. في السؤال الأول أوجد العامل المشترك الأكبر GCF للعدد 8 و12، سأكتب الأعداد الأولية للتذكير. العدد 8 نقوم بتحليله عن طريق 4 و2، ال2 عدد أولي والأربعة نحللها 2 و2، ال32 من الممكن أن أحللها عن طريق 8 و4، هذه الأعداد أستطيع أيضا تحليلها الأربعة 2 في 2، ال8 2 في 4 وال2 عدد أولي، لكن الأربعة تحليلها 2 في 2. نقوم بكتابة الأعداد فوق بعض، ال32 وال8 نقوم بكتابتهم بهذه الطريقة ونكتب أعدادهم الأولية، الثمانية هي 2 ثلاثة مرات 2 و2 و2، أما ال32 هي 2 خمسة مرات. والآن نبحث عن الأعداد المشتركة، في البداية هذا الاثنان مشترك والاثنان الآخر وثلاثة مرات، ثلاثة مرات مشتركة، نأخذ من كل مجموعة عدد، نأخذ من المجموعة فقط عدد واحد، إذن العامل المشترك GCF يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 8، 8 هو العامل المشترك الأكبر. في السؤال الثاني نقوم بتحليل العدد 24، سأقوم بكتابة 4 في 6 ولو كتبتم 3 في 8 الجواب يبقى صحيح. نحلل الأعداد لأعدادها الأولية، والعدد 60 هو 10 في 6، 6 هي 3 في 2 والعشرة هي 5 في 2، هذه الأعداد الأولية للعدد 60. نقوم بكتابة الأعداد فوق بعضها، ال 60 والعدد 24، ال 60 هي 5 في 2 في 2 في 3، أما العدد 24 هو 2 في 2 في 2 في 3. نبحث عن الأعداد المشتركة، الثلاثة مشتركة وأيضا 2 مشتركة وهناك 2 أخرى مشتركة، فالعامل المشترك هو 3 ضرب 2 ضرب 2، نأخذ من كل مجموعة عدد واحد، إذن العامل المشترك هو 12. السؤال الأخير بنفس الطريقة، نحلل العدد 3 و 12 و 18، الثلاثة عدد أولي لا يتحلل، ال 12 هي 4 في 3، نحلل العدد 4 أيضا 2 في 2، العدد 8 6 في 3، الثلاثة أولي، الستة هي 3 في 2، فنقوم بالكتابة فوق بعض ونبحث عن الأعداد المشتركة فقط، نأخذ الأعداد المشتركة للثلاثة أعداد. لو نلاحظ أن الثلاثة هي فقط مشتركة للأرقام الثلاثة فالعامل المشترك لهذا السؤال هو فقط 3. نكمل المسائل البقية، وهنا طلب منا أن نوجد المضاعف الأصغر. السبعة هي عدد أولي تحليلها فقط 7، أما التسعة هي 3 في 3. هنا سنأخذ الأعداد حتى لو لم تكن مشتركة، سنأخذها السبعة نأخذها بمجموعة منفصلة، الثلاث مجموعة منفصلة والثلاث مجموعة منفصلة، لا نأخذ العدد من نفس من نفس الرقم، يعني لا نأخذ الثلاث والثلاث لأنها تنتمي إلى التسعة، يجب أن تكون أرقام مختلفة. في السؤال الآخر الستة هي 3 و 2 والخمسة عشر هي 3 و 5، نكتب الأعداد فوق بعض، الخمسة عشر هي 5 و 3 وأيضا 6 3 و 2، نأخذ الثلاثة سوية. الآن الاثنان نأخذها بمجموعة منفصلة والخمسة مجموعة منفصلة، ومن كل مجموعة نأخذ عدد 5 و 3 و 2، الناتج هو 30، فالمضاعف لهذا العددين هو 30. هذه هي الأرقام الثلاث. التسعة نقوم بتحليلها عن طريق 3 ضرب 3، ال 12 3 في 4 ونحلل العدد 4 لأنه ليس أولي، 2 و 2، دائما أكتب الأعداد الأولية في الأعلى لتتذكرها، ال 15 هي 5 في 3 وهذه أعداد أولية.
الآن نقوم بكتابة الأعداد فوق بعض، 15 و12 و9، الثلاث عدد مشترك، وأيضا لو تلاحظ الثلاث بمجموعة، الاثنان بمجموعة، اثنان أيضا مجموعة منفصلة، والخمسة مجموعة منفصلة. فالمضاعف هو 3 من المجموعة الأولى، وثلاث من المجموعة الثانية، واثنان من المجموعة الثانية، وأيضا اثنان في المجموعة الرابعة والخمسة. فالمضاعف المشترك هو العدد 180 ناتج ضرب الأعداد جميعا. هذه المسألة تمنح السينما قسيمة بقيمة 5 دراهم عند حضور كل 4 أفلام، لكن عند حضور كل 3 أفلام نحصل على كيس من الفشار. الأساسي هو كم عدد الأفلام التي يجب أن تحضرها للحصول على قسيمة وفشار في نفس الوقت. إن كان السؤال سألني نفس الوقت كم عدد الأمتار لنلتقي في نفس المكان، فهذا يسأل عن المضاعف المشترك الأصغر. فإذا سأبحث عن المضاعف المشترك الأصغر للعدد 4 والعدد 3. نقوم بمضاعفة هذه الأعداد لأنها أعداد صغيرة لا نحتاج إلى تحليلها. عند مضاعفة الأعداد 4 8 12 16 والثلاثة هي 3 6 9 12، فإذا المضاعف هو العدد 12. فإذا حضرنا 12 فيلما سنقوم بالحصول على قسيمة وكيس من الفشار. إيجاد العامل المشترك لهذا السؤال، نقوم بتحليل العدد 8 و14، 8 هي 4 في 2، 2 عدد أولي، و4 هي 2 في 2، أما 14 هي 7 في 2، وهذا الرقمين هما أعداد أوليات. نكتب الأعداد بهذه الطريقة، والمشترك فقط منهم هو 2. في العامل المشترك نأخذ فقط الأرقام المشتركة عكس المضاعف. في هذه الأرقام 21 هي 7 و3، 24 هي ناتج 8 في 3، نستطيع أن نكتبها 6 في 4 ستكون نفس النتيجة، والثمانية تحليلها النهائي 2 في 2 في 2، و27 هي 9 في 3، 3 أولي، و9 تحليلها أيضا 3 في 3، ناتج ضرب 9 هي 3 في 3. عند كتابة الأعداد فوق بعض نجد أن العدد المشترك هو فقط العدد 3، فإذا العامل المشترك لهذه الأعداد هو 3. بنفس الطريقة تحليل العدد 21 هو 7 و3، 35 7 و5، 49 7 و7، نكتب الأعداد سوية ونبحث عن الأعداد المشتركة فقط هو العدد 7. فالعامل المشترك لهذه الأعداد 3 هو العدد 7. في المسألة السادسة مسألة رقم 4 بنفس الطريقة قمنا بتحليل الأعداد إلى أعدادها الأولية، ونكتب الأعداد بشكل رأسي لنبحث عن العدد المشترك ونضع عليه دائرة. 26 هي 13 في 2، 18 هي 3 في 3 في 2، 12 هي 3 2 2. 2 هو العدد الوحيد المشترك للأرقام الثلاث، فالمضاعف هو 2 أو العامل المشترك هو 2. في هذه المسائل سنبحث عن المضاعفات المشتركة، والمضاعفات المشتركة نأخذ أيضا الأرقام إن كانت لم تكن مشتركة. بمثل هذا السؤال 5 هي تحليل العدد 5، 6 تحليلها 2 3 في 2، 5 نأخذها بمجموعة، 3 نأخذها بمجموعة، والاثنان نأخذها بمجموعة منفصلة. فالمضاعف المشترك للعدد 5 و6 هو ناتج حاصل ضرب 5 في 3 في 2 فيساوي 30. أما العدد 6 و9 بعد التحليل، 6 هي 3 و2 أعداد أولية، و9 أعدادها الأولية هي 3 ضرب 3، والرقم المشترك بين عدد 6 والعدد 9 هو 3، لكن هذا السؤال مضاعف، سنأخذ المشترك والغير مشترك. نضع دائرة على العدد 3، وأيضا نضع دائرة على العدد 2 بمجموعة منفصلة، و3 بمجموعة أصغر من المجموعة السابقة. إذن المضاعف هو 3 و 3 و2، من كل مجموعة نأخذ عدد 1 فقط، فالجواب يساوي 18 مضاعف هذه الأعداد.